السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا فيكم في فيديو تاني من تيك أك. اليوم عنا مقارنة بين ثلاث أنواع ماذر بورد لحتى نساعدكم في الاختيار حسب استخدامكم للجهاز وشو هدفكم منه. في عنا الماذر بورد H110 من MSI، B250M من MSI، وفي عنا أيضا ال Z270. طبعا بضل عنا ال H270، رح نذكر بشكل بسيط شو الفرق بين H270 وال Z270، لكن مبدئيا خلينا نشوف المقارنة بين هالثلاث ماذر بوردات ونذكر الأسعار وشو لازم تختار لحسب استخدامك. لحتى اساعدكم بالاختيار رح انزل من الاعلى للاقل لحتى نعرف شو المميزات اللي رح تخسرها خلال نزولك بين ماذر بورد وماذر بورد تانية. اعلى ماذر بورد موجود للمستخدم العادي اللي حابب يلعب العاب واللي حابب يستخدم كمبيوتره بشكل عادي، يعني مو رايح للمونتاج او الايديتنج، هي الـ Z270 ماذر بورد. المميزات اللي تحصل عليها بالـ Z270 ماذر بورد هي قدرتك على كسر السرعة، دعمها لعدد سرعات رام اعلى بكتير وحتى كسر سرعة الرام، ودعمها للـ SLI ولعدة منافذ للـ M.2 وعدة منافذ للـ USB. في عندك مميزات مثل USB 3.1، وفي عندك مميزات اخرى مثل الهيت سينك للـ M.2 والارمور للرام لوصلة الـ PCIe، وفي حتى عندك تقنيات صوت افضل وتقنية LAN للجيمينج، يعني وصلة الايثرنت للجيمينج افضل. طبعا لما تنتقل من الـ Z270 للـ B250 رح تخسر عدة اشياء. اول شيء رح يكون عندك وصلة M.2 واحدة، وتاني شيء رح تخسر ميزة الـ SLI والكروس فاير، فلذلك ما رح تقدر تركب كرتين شاشة. والشيء تاني رح تخسره هو قدرتك على كسر السرعة، ورح تقدر تشغل الرام فقط على سرعة 2133 جيجا هرتز DDR4. طبعا رح تخسر ايضا منافذ USB، ورح تخسر PCIe lanes. كل مصنع ماذر بورد ممكن يغير عدد المنافذ على حساب عدد الساتا، لازم تشيك طبعا مواصفات الماذر بورد اللي انت ناوي تشتريها. لحتى نحط الماذر بورد H270 بعين الاعتبار، ففي الماذر بورد H270 ممكن توصل لسرعة رام اعلى مثلا 2400 ميجا هرتز، ورح تحصل على عدد PCIe lanes اعلى، ومثلا رح تحصل على وصلتين PCIe بدل وصلة واحدة الموجود فيها الماذر بورد، ورح تحصل على بعض المميزات الموجودة في الـ Z270، لكن ايضا رح تخسر الاوفر كلوك للـ CPU. طبعا لما نجي نتكلم عن الاسعار، سعر الـ Z270 رح يكون في حوالي 150 لل 200 دولار، بينما سعر الـ H270 رح يكون حوالي اقل 25 دولار عن الـ Z270، بينما الـ B250 رح يكون سعرها في حوالي الـ 100 دولار. بالنسبة للـ H110 رح تخسر قدرة الـ SLI، طبعا رح تخسر سلوتين للرام، يعني رح تقدر تركب ماكسيموم 32 جيجا بايت اذا ركبت رامين 16 جيجا بايت، بينما بالماذر بوردين التانيين كان ممكن تركب ماكسيموم 64 جيجا بايت. وغير هيك طبعا الـ H110 ما بتدعم الاوفر كلوك، فلذلك انت ما خسرت شيء من الـ B250M. وطبعا وصلات USB رح تخسرها، وصلت الـ M.2 رح تخسرها، في عندك وصلات الساتا رح تخسر 2، لكن عموما 4 وصلات ساتا ما زالت كافية في هالماذر بورد. وفي عنا ايضا مميزات الجيمنج اللي بتفرق هدول الماذر بوردات عن هالماذر بورد، مع انه حتى في ماذر بوردات B250M و Z270 ما هي موجهة للجيمرز، موجهة للمستخدم العادي، لكن H110 رح تكون ابسط بكتير من الماذر بوردات التانية حتى لو ما كانوا موجهين للجيمنج. سعر الماذر بورد رح يكون رخيص جدا بين ال 50 و 70 دولار، يعني هذا السعر رح يوفر لك مبلغ مالي كبير اذا انت ما بتهتم بالمميزات الزيادة وحابب بس تبني جهاز بسيط جدا. فلذلك لحتى نحط الامور بالتسلسل العكسي، انت لما بدك تشتري الـ H110 انت بدك تتأكد انه ما رح مثلا توصل اكثر من 4 وصلات USB، تذكر انه وصلتين رح يروحوا للماوس والكيبورد، ووصلتين مثلا اذا عندك هارد ديسك او وصلة فلاش درايف. غير هيك لازم تنتقل للـ B250M. وشي تاني طبعا تذكر انه ما رح تقدر تحصل على سرعة SSD M.2. عموما انت اصلا رح تروح للـ H110 لحتى توفر في التكلفة، فما اعتقد انك رح تضطر تشتري M.2 لانه تكلفته رح تكون عالية. بالنسبة للجرافيكس كارد، الـ H110 وال B250M ما اعتقد في فرق باستخدام الجرافيكس كارد، المذر بوردين بيشغلوا الجرافيكس كارد على كامل قوتها، هذا الشيء من زمان انتسى، ولحد الان ما في جرافيكس كارد بتحتاج لوصلة PCIe اسرع من الموجودة في الـ H110. طبعا بالنسبة للـ USB اللي خسرتهم راح يكونوا من النوع السريع اللي هو USB 3، فلذلك اذا انت عندك external hard diskات بيعتمد على وصلة USB 3 كتير، فاعتقد لازم تروح للـ B250M لانه هي 4 وصلات USB 3. حتى بالنسبة لوصلة الايثرنت اللي بتستخدمها للجيمينج، طبعا اي لاعب بيفهم في الجيمينج بيعرف انه لحتى تلعب اونلاين وما تقطع معك الانترنت لازم تستخدم وصلة LAN بدل
الوايرلس لانه هي بتعطيك كونكشن مستقر. فبالبي 250 ام رح تحصل على وصله لان مخصصه للجيمنج. وطبعا الشيء الثاني اللي بنصح فيه البي 250 ام انه هو اذا حابب تعمل فيديو ايديتنج لكن بنفس الوقت حابب بتوفر بالتكلفه, فمثلا انت رح تشتري كور اي 7 7700 لغير قابل لقصة السرعه وبحاجه مثلا ل 32 جيجا بايت رام او 64 جيجا بايت رام, فيفضل انك تروح لهون لحتى تستغل تقنيه الدول شانل. وغير هيك طبعا في عندك محلات اكثر لتحط كروت بي سي IE مثلا كارت كابتشر من إلغاتو, او حابب تحط واي فاي كارد داخلية مدمجة. في ال H110 ما عندك غير محلين, هون في عندنا ثلاثة, لكن في ال B250 المذر بورد الطويلة رح يكون في عندك حتى وصلات اكتر. بينما بال H270 رح يكون حتى عندك سبع وصلات, ثلاث وصلات ممكن تركب عليها جرافيكس كارد, لكن طبعا ما بتدعم ال SLI. استخدامك لهذه الثلاث وصلات رح يكون في الاشياء الثانية. اما بال Z270 فرح تحصل على اكتر عدد وصلات PCIe موجودة, رح تحصل على كسر السرعة, رح تحصل طبعا على دعم سرعات اعلى في الرام, ورح تحصل على وصلات مراوح اكتر حتى في هالمذر بورد. يعني هالمذر بورد موجه للانثوذيست اللي عم بدور على افضل شيء كاداء في الالعاب, فهو بحاجة لكسر السرعة لحتى يحصل على اعلى اداء من السي بي يو, ويمكن يحتاج ل SLI لحتى يحصل على اعلى اداء من كروت الشاشة. وطبعا بيستخدم الرامات الاسرع, هذا غير المواصفات الثانية والمميزات مثل ال RGB, وصلة الايثرنت السريعة مخصصة للجيمينج, وتقنيات الصوت اللي افضل بهالمذر بوردات, وصلات المراوح لحتى يحصل على تبريد افضل, وحتى في وصلة مراوح مخصصة لل AIO كولر او التبريد المائي المغلق. هذا غير التصميم الخيالي للمذر بورد ودعمها لكثير تقنيات جديدة مثل دعم تقنية الريد زيرو في M.2 لحتى تحصل على سرعات اعلى في M.2 SSD, ومثل دعمها لوصلات كثير مثل USB 3.1, ودعمها لوصلات PCIe كثير لحتى توصل اكثر من كارت مثل Game Capture Cards ومثل الكروت الثانية للصوت او اي شيء ثاني ممكن تحتاجه. في الاخر انا بنصح الناس اللي حابين يختاروا المذر بورد يختاروا على حد احتياجهم. اذا انت عارف في المستقبل يمكن تعمل كسر سرعة فخذ من الاول Z270 افضل ما انك تشتري H110 وبعدين تتندم وتغير لل Z270 او Z370 اللي حتنزل بالمستقبل. واذا انت عارف انه مثلا رح تعمل SLI ورح تضيف كارت شاشة في المستقبل فاشتري Z270 طبعا. لكن اذا انت بتعرف انه ما رح تعمل SLI لكن بحاجة لمميزات كتيرة في المذر بورد تبعتك, ممكن تروح لل H270, رح تحتوي على تقريبا نفس مميزات ما عدا يمكن وصلة M.2 وحدة, ورح تحصل على نفس عدد USBs, نفس الجيمينج ايثرنت كونكشن, نفس الدعم للصوت القوي, ونفس التصميم الرائع اللي في Z270. وطبعا H270 رح تحصل ايضا على وصلات PCIe كتيرة. وبعد هيك بتنزل البي 250. اذا انت مالك بحاجة لوصلات PCIe كتيرة ومالك بحاجة لوصلات USB كتيرة لكن بحاجة لبعض المميزات مثل USB 3.1, ومثل بعض المميزات الاخرى مثل دعم لاربع وصلات رام بدل اثنين اللي موجودة في ال H110, طبعا ال H270 والبي 250 مناسبين لمعالج غير قابل لكسر السرعة. لكن شيء جديد بالذكر انه سرعة الرام تطلع 2400 ميجا هرتز بالبي 250 والاتش 270. فاذا انت ناوي تعمل تعديل الفيديوهات والمونتاج الافضل لك تروح لل Z270 لانه طبعا سرعة الرام بتأثر على تعديل الفيديوهات والمونتاج. طبعا بالنسبة لل H110 مذر بورد, ال H110 مناسبة لانه راح تحصل على كل الاساسيات اللي بتطلبها مثل وصلات USB, صحيح مو كتيرة لكنها بتكفي الاستخدام الاساسي, مثل وصلات ساتا كافية 4 وصلات بدل 6 اللي موجودة في البي 250, حتى وصلة PCIe مناسبة لكارت واحد ممكن تقبل اي كارت شاشة في العالم, ممكن تحط كور i7-7700 مع GTX 1080 Ti ورح تحصل على اداء قوي جدا وبسعر رخيص. صراحة المذر بورد يمكن ما تحتاج تصرف عليها كتير اذا انت حابب توفر فلوس وتصرف اكتر مثلا على كارت الشاشة. يعني اللي بدي اوصله انه انت ما تستهين بال H110 لمجرد انه رخيص. ال H110 رح يقدم لك بالضبط نفس الاداء اللي رح تحصل عليه في البي 250 او ال H270 او ال Z270 اذا حطيت نفس المعالج ونفس كرت الشاشة. الفرق فقط بال Z270 اذا عملت overclock او حطيت رام سريع جدا او استخدمت ال SLI, هذا الفرق الوحيد في الاداء. لكن غير هيك الفرق هو عدد الوصلات, وصلات الـ USB, وصلات الـ PCIe, وصلات الساتا, المميزات الاخرى مثل الـ RGB والتصميم الرائع, ومميزات مثل الـ Ethernet LAN اللي حتى موجودة في الـ B250, يعني ممكن تحصل عليها في بعض المذربوردات, وحتى مميزات الصوت القوية اللي كمان ممكن تحصل عليها بالمذربوردات هاي على حسب المصنع. اتمنى يكون هذا الفيديو فاتكم في الاختيار بين المذربوردات. اذا حابين تشوفوا فيديوهات اكتر
المقارنات بين مثلا المعالجات او كروت الشاشة، اعملوا لي كومنت شو بتفضلوا تشوفوا الفيديو القادم. وفي الاخر لا تنسوا تتابعونا مواقع التواصل الاجتماعي، دائما بحط فيها اشياء جديدة بتصير معي، ولا تنسوا ايضا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وشغلوا الجرس لحتى تشوفوا فيديوهاتي اول باول. وشكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.